ليو ميسي يخطف الأضواء في هذه اللحظات، مستويات جميلة جدا في هذا الموسم، يقدم خطر متواصل على المنافسين، لاعب مرعب للخصوم، قد نشاهده يضيف أهداف أخرى ليعزز مكانته كهداف للدوري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه أجمل تحية من ملعب حديقة الأمراء، معكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، فريق باريس سان جيرمان في مواجهة مونبلييه. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. ميلان سكرينيار، لياندرو باريدس، كرة تقطع بعد عمل جيد حقيقة، الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات، حكم راية يرفع رايته يعلن عن وجود تسلل. يدخل النادي الباريسي هذه المباراة وهو يعتمد على قوة الهجومية ولتجعل صاحب أكبر عدد من الأهداف هذا الموسم، أكيد اليوم نحول على هذه القوة الهجومية الكبيرة لإمتاع الجماهير، وبكل تأكيد الثقة الموجودة والأرقام تدعمهم، وليس عليهم سوى المواصلة على نفس الأداء ونفس النهج من أجل مزيد من المتعة والأهداف. تسديدة لا تمر، تخرج إلى ضربة ركنية، ركنية ملعوبة في وسط 18. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب، شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. ممتاز في الضغط العالي، كرة بعيدة عن حارس المرمى، شوف حارس المرمى اللي لم يكلف نفسه أي عناء في التصدي للقطة، والكرة ما كانت فرصة بأن تدخل المرمى. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ، بينية خطيرة، امبابي والضربة الأولى، امبابي يفعلها، هدف يعطي الفريق التقدم ويشعل الأجواء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ميسي وفرصة هدف الآن، كانت فرصة هدف لكن الحارس يمنع الكرة من الدخول، ردة فعل سريعة في اللقطة. كان ممكن يستغل هذه الفرصة بشكل أفضل، الكرة كانت على طبق للذهب لكن لم يحسن استغلالها ولم يتعامل بشكل مثالي. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18، تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية، يتجه في عمق الملعب، ليونيل ميسي، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب، تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى، امبابي يستخلص الكرة بشكل سليم، ليو ميسي في المرمى، الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. مشاهدينا الكرام والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء، ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور، سيطر على الكرة تحت ضغط المنافس، هنا في مكان خطير، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة، أرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. لا أصدق كيف أنها لم تدخل، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، يا رب، الكرة في المرمى، تحرر
تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع وجاء الإنهاء في الزاوية الضيقة لحارس المرمى، كان ممكن أن يتعامل معه بشكل أفضل. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهياً بهذا الفارق الكبير. على كل حال ما زال هناك متسع من الوقت حتى صفرة النهاية. الحكم ما زال محافظاً على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب. على اللاعب أن يكون حذراً في قادم الأوقات. تدخل والكرة بتروح. تمريرة من ميسي لكن لا تصل. استعادت الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق ليونيل ميسي. تدخل في توقيت مناسب. الله على التسديدة بتعدي والكرة بتضيع. كانت قوية ترتطم بالعارضة وتضيع الفرصة على الفريق. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0. شوط أول كان اللعب فيه في اتجاه واحد، فريق يسيطر على اللعب بالطول بالعرض، فريق آخر أعتقد بأن الإهانات تنهال عليه في غرف الملابس في هذا التوقيت. شوط أول جيد من باريس سان جيرمان، قدموا أداء رائع وتقدموا في النتيجة، وعليهم المحافظة على أدائهم في الشوط الثاني. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر. الله على المرور، الله على الكرة في الشباك. شوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ومن ثم النهاية الجميلة للكرة في الشباك من الليو. الله على التسديدة والتفوق والتميز على حارس المرمى. غياب للتغطية ومرور سهل. فرصة والمساحة موجودة وكرة في المرمى. هاتريك من الليو ميسي. ليس الحدث أن يسجل، الحدث أن يغيب عن التسجيل. الله يا ميسي. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع في موقف الواحد على واحد. لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. فرصة خطيرة الآن. تأني كان مقبول في التعامل مع الانفرادة. التسديد بقوة ليس الحل الأمثل هنا. كرة مرت قريبة. ضغط عالي بيعدي فيها. فرصة الآن. خطورة مستمرة. العارضة تتدخل هنا لكن الراية ترفع والصافرة تشير لوجود تسلل. تبديل في صفوف البي اس جي. تدخل يبعد الكرة. تدخل ممتاز وافتكاك الكرة في مناطق الخصم. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. ليو ميسي. تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى. أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات.
راح تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. افتكاك ممتاز للكرة. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. ميسي يضرب. اعتراض للتسديدة في هذا المكان. تحت الضغط في هذه اللقطة. الصحافة الرياضية من شغلة هذه الأيام بأخبار انتقالات والانتدابات الجديدة للفرق، ما في كلام إلا عن الميركاتو، هذا راح، هذا انتقل، هذا خبر حصري، واللي يتمصدر واللي والتشكيلات بالنسبة للاعبين وبالنسبة للفرق. الكل عينه على هذه الصفقة وعلى العمل الجميل اللي قامت فيه الإدارة من أجل إتمام عملية الانتقال. حلوة الكرة البينية من مبابي. يا سلام على حارس المرمى، الله على الكرة. شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن من مسافة قريبة، برافو. بيلعب للكرة إلى منتصف ال 18، الحارس يفوز بالكرة تحت الظرف. من مناطق الخطر. يستعيد الكرة بتدخل سليم. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. يا رب في المرمى من الليو، هدف من الأسطورة ميسي. الله على الكرة في المرمى، على الروعة، على التسجيل، على المهارة، على كرة تحرك الشباك. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع، لتصل بعد ذلك إلى تسديدة لميسي، واللي لم يترك فيها لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. هدف في منتهى الروعة. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة، والمباراة حسمت، ومن الصعب أن يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيرات في هذا اللقاء. سيرجيو راموس يقطع الطريق. 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. فرصة خطيرة مع ليونيل. هدف جميل في اللقطة، كرة في الشباك، الله على النهاية. نشوف الهدف مرة أخرى. اللاعب أخطأ في هذه اللقطة، فقد الكرة، كان العقاب سريعاً، تلقى فريق هدف، يتحمل هو مسؤوليته بدون شك. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. تتخلص بكره بشكل سليم. تمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. 3 دقائق تضاف إلى المباراة. حلو التدخل على الكرة. مورو إيكاردي، الفريق يعرف كيف ينقل التمريرات بشكل جميل، بشكل سلس بين الفريق. هذه هي صافرة نهاية مشاهدينا، وفوز لمصلحة البي اس جي. أداء استثنائي اليوم وفوز عريض يجعل الفريق يحقق 3 نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة.
غير مفاجئ الصراحة حجم التركيز عليه اليوم، أمر طبيعي عندما تواجه فريقك السابق، وأكيد سيحاول أن يقدم أفضل ما عنده. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدين الكرام، تحية طيبة إنما كنتم من ملعب حديقة الأمراء في الأجواء الماطرة. أنا فارس عواض وسعيد بالتواجد معكم لتغطية هذا اللقاء. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان يواجه لايبزيغ. كلا الفريقين في مباراة اليوم قد حقق الفوز في الجولة الأولى، واليوم أكيد متوقع مباراة مثيرة. كل طرف يريد أن يحقق البداية المثالية وأن يصل للنقطة السادسة. اليوم لدينا بطولة الكبار ودوري أبطال أوروبا. البي اس جي يحضر في هذا اللقاء، مواجهة بحسابات مختلفة بالتأكيد في دور المجموعات، ننتظر فيها إثارة وندية وتنافس كبير. التمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. ينطلق يتقدم في هذه اللحظة. مستحيل هذا التصدي. دفاع عن المرمى يحضر بغض النظر إن كان هناك تسلل أم لا. بالتأكيد لابد أن يكون التركيز على الكرة وليس على الراية. تسلل يوقف اللعبة. هجمة كان من الممكن بأن تغير مسار المباراة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. ميسي وفرصة هدف الآن. تصدي ولا أروع في هذه اللقطة. مجهود كبير في الارتماء. ركنية تلعب من ميسي. ممتاز في إيقاف التسديدة. أوهو، حارس المرمى في منتهى الروعة. ميسي كان في حالة تسلل. مبابي، عرضية من ميسي. أوه، في المرمى. هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة. اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. شوف الهدف من جديد في هذه اللقطة، والبداية من الكرة العرضية، ثم شاهد الضغط الموجود. لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الله على النظرة. كرة بخمسة حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. صوت جماهير البي اس جي يرتفع في هذه اللحظات. عدت وكرة خطيرة. ممتاز التصدي. لم تنتهي الخطورة. تصدي ممتاز من حارس المرمى، يرتمي ببراعة، يتصدى لهذه الكرة. شوف الرشاقة في اللقطة. بيلعب الكرة الوسط 18. نجح في إبعاد الضربة الركنية. ماركو فيراتي في منطقة جزاء يستعيد الكرة. استعادة الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. فينالدوم. كرة هدف لميسي. تدخل يأتي. فرصة بتضيع في التوقيت المناسب. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. حلوة اللقطة من يتقدم بالكرة. اوهو، في القائم. واكبر
أجملت طريقها إلى الشباك، هدف في هذه اللحظات. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا رب، هدف من كيليان مبابي، لا يرحم هنا، يسجل بكل الوضعيات، بكل الطرق، فيه كل مواصفات الهداف الكبير. نشوف الهدف من جديد، بينية ترسل بشكل خطير، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. فرحة القلب تجعل الوجه سعيداً، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضاً مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. نيمار كان ينتظر وصول الكرة، بيهرب فيها من الرقابة. يا سلام على المهارة، حلو تدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. يوسف بولسون، تدخل اللاعب يفقد الكرة، مرتدة ممكن تكون سريعة، فرصة والمساحة موجودة، يجب أن تستغل بكل ثقة، بكل تحدي، بردة فعل برشاقة. حارس المرمى ينجح في الاختبار، كرة كانت من مسافة قريبة، لكن ردة فعل خيالية، خيالية لهذا الخيالي. ركنية تلعب من ميسي، كرة بتتشتت من الدفاع، فينالدوم، عرضية في منتصف الثمنتاش، أبعد الكرة من مناطق الخطر. نيمار، تخرج الكرة إلى ركلة مرمى، تدخل ناجح على الكرة. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0. شوط أول كان اللعب فيه في اتجاه واحد، فريق يسيطر على اللعب بالطول بالعرض، فريق آخر أعتقد بأن الإهانات تنهال عليه في غرف الملابس في هذا التوقيت. أعتقد المدرب راح يدفع بلعب بديل في اللحظات القادمة. والآن مع الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات للتشامبيونز ليج، مسارت الكرة عند ميسي، بيعدي فيها، بمر، بيعدي، يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع نار. مع متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. ليو ميسي، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. يتقدم نحو المرمى، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية.
مبابي. فينالدو، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الهدف مرة أخرى، بينية خطيرة لعبت بشكل سليم وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. خماسية نظيفة، ذيك عريضة جدا من المستحيل تعويضها. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. اوهو، سجل الهاتريك، اكمل الثلاثية، المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية، مباراة غير عادية، يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، لكن المهم في هذا الهدف اللي قام فيه ليونيل ميسي بعد النجاح في التعامل مع الضغط الدفاعي والنجاح في التسجيل. هزيمة كبيرة جدا، ستة بمر وتقدم الكرة، تصدي الكرة في الملعب. العرضية كانت ضعيفة، يخرج المنافس ليونيل ميسي. كم ممكن يستغل هذه الفرصة بشكل أفضل؟ الكرة كانت على طبق من ذهب، لكن لم يحسن استغلالها ولم يتعامل بشكل مثالي. بالنظر إلى المباراة التالية لفريق لايبزيغ، حلو، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي، مستحيل الكرة، كرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. المباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضها. ليو ميسي، فرصة هدف لمبابي، ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. مع الإعادة للهدف والتمريرة البينية الجميلة من ليونيل ميسي، لكن اللقطة الأهم في هذا الهدف في رأيي هي ثبات مبابي تحت الضغط الدفاعي وإصراره على التسجيل. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور، الفريق الباريسي يسجل. تابع الهدف من بدايته، بدايته من المرور من المدافع لتصل بعد ذلك إلى تسديدة لميسي، واللي لم يترك فيها لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. هدف في منتهى الروعة. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. يا رباه يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم ظهر ليونيل ميسي بأفضل صورة. الله على الحفاظ على الثبات تحت الضغط الدفاعي والنجاح في التسجيل. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر، كرة بينية خلف المدافعين، كرة لم تشد، يا رب، الكرة في المرمى، الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. اليوم يبحثون عن الضربة القاضية، على الرغم من التفوق الكبير في النتيجة، هدف في اللحظات الأخيرة سيكون المسمار الأخير في نعش الفريق الخصم.
المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدم اللاعبون في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. المباراة في اتجاه واحد من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى الآن من الصعب تعويضها. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. مبابي يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. يفقد الكرة. إتاحة الفرصة من الحكم. الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. بينفذ الركنية. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. كرة ثابتة وركلة ركنية جديدة. ليو ميسي لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. بيرنات. ميسي يضرب. اعتراض ناجح للكرة. فرص تتوالى مع ضربة ركنية أخرى. ميسي على تنفيذ الضربة الركنية. ركنية لا تستغل. وهذه هي صافرة نهاية المباراة، تأتي لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. مباراة كبيرة من اللاعبين تفوقوا في الملعب، صافرة النهاية كانت الحد والنتيجة تعبر عن ما قدموه. مبابي